انا برضو شايف ان يعني الكابتن وائل جمعه بصراحه ما كانش يعني ما كانش نافع، يعني الناس كلها بصراحه شافت في التلفزيون. يعني برضو حصل من قبل كده برضو من مباراه الذهاب، يعني احيانا النفي الناس كلها شافت، يعني مش لازم تنفي عشان تثبت عكس ده. لا يعني انا شايف بصراحه بوجهه نظري يعني ان الشناوي ممكن ما يكونش مرتاح قوي مع عصام الحضر. وجهه نظري كده شايف ان ممكن يكون الاحمال بتاعت عصام الحضري في التدريب لسه عنده نقص خبرات شويه، فعنده الاحمال زياده. يعني انا حارس مرمى يتصاب في الدقيقه 35 ولا الدقيقه 40 بدري قوي يعني، وشد في الخلفيه، احنا عمرنا ما شفنا الشناوي بيخرج باصابه يعني. فاعتقد لا يعني اعتقد لازم جلسه ولازم قعده ما بين لازم يلموا الموضوع شويه ما بين يعني كابتن محمد الشناوي وكابتن عصام الحضري، لازم يكون في جلسه، لان الامر باين يعني باين ان ممكن يكون في مشكله في ازمه في الحته دي. بس اعتقد ان الفوز ان شاء الله يداري على الموضوع انا دوت. بس عايز اضيف حاجه على الحته دي قبل احمد قال نقطه مهمه قوي وخطيره بصراحه. خطيره جدا. عصام اول مره يعني بيخوض تجربه مدير فني مدرب حراس مرمى منتخب مصر في التمرين يا كابتن اسلام، وخصوصا في موضوع حراسه المرمى، ممكن عصام للحظه يقتنع ان كل اللي معاه عندهم نفس امكانياته. ودي نقطه خطيره جدا. دي نقطه خطيره جدا جدا جدا، لازم هو يقف قصادها. لازم تشوف الاحمال في التدريب يعني مهمه جدا، لان ممكن تعمل للحارس بتاعك اصابات عضليه. الشناوي والحماس يا الشناوي ما بيجيش الحماس كده، الحماس كمان الحنفية. عصام في حته منصب حلو، وعصام نفسه يعني خد يعني شهاده من دوله الامارات الاتحاد الاسيوي وشهاده بيه، وعمل شغل بقى عشان يقدر ياخد المنصب ده. فوانت بتخش في المنصب ده ومعاك طبعا حارس مرمى النادي الاهلي الاول، حارس مرمى النادي الزمالك الاول، معاك كل حراس مرمى الكبار، فانت بتحاول انك تبين لهم ان انت بتديهم جرعات عشان تعلي مستواهم، او انت بتاثر في مستواهم. هنا في بقى يعني ايه خط فاصل لازم نقف عنده، ان مش كل الناس يعني عصام الحضري فعلا هو لاعب وهو حارس كان استثنائي. نتكلم على حارس مرمى في تاريخ مصر استثنائي بدنيا وفنيا وموهبه كل شيء. مش شرط ان كل الناس تبقى زيك، ومش شرط ان انت استيعابك للامور هيبقى هم استيعابهم هم الامور. فهي دي ده الامر اللي ممكن في وجهه نظري تكمله كده كان بيقول احمد يوصل الاصابه.